طبعا هو عموما الرياضه في مصر بشكل او باخر، يعني خرج النادي الاهلي عن الكلام اللي انا هقوله ده، الاهلي مؤسسه وعارفه نظامها وبتشتغل الى اخره، لكن الاخرين وخاصه القائمين على شؤون الرياضه المصريه وخاصه كره القدم، التفكير العلمي هم على خصومه معه لاسباب هم يعلمونها وانا ايضا اعلمها، والبيئه كمان تعلمها والظروف دايماً تعملها، لان بيخش فيها انتخابات ومصالح وتربطات وحدات بغض يعني عارفين الصح ما بنعملوش. ما بنعملوش، لان انا يهمني مين يجيب مين ومين هيساعد مين ومين هيشغل مين ومين هيزق مين ومين حدوته، ولتذهب مصلحه الكره المصريه او الرياضه المصريه الى الجحيم. فاللايف كوتش لا، ده عنصر شديد، مش مهم، شديد الأهمية في تطوير الأداء وفي التطور وفي فهم الأشياء وفي تحسين الأداء وفي الحفاظ حتى على المستوى، لأن أنت ما تقدرش تفضل على القمة طول الوقت. طب إزاي أنا بقى باللايف كوتش إزاي أخليك تفضل على القمة أكبر وقت ممكن؟ أنا هتنزل، مفيش حد بيظل محافظ على مستوى درجة أدائه 100% طول الوقت، ده عمل بشري. لا إنساني يعني عمل صحيح. بشري ده لا إنساني، مفيش حاجة ده. فإزاي أنا هخليك يبقى الوقت اللي أنت فيه في مستوى ثابت مرتفع أدائك لا يقل عن 70% أو 80% أكبر وقت ممكن، ده مهم جدا.